في مشكلة تقنية شيء؟ بس أحاول إنه أغير المايك. مايك كمان؟ حتى صوتي يبين واضح. أوكي 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 أوكي. زين نعزف شيء؟ أعزف. نعزف شيء. أوكي. حاول. جميل، ذكرتني بعمر خورشيد اللي انت من خلاله هي الفكره بلشت من هناك صراحه. شلون صراحه انا يعني بحب، حتى والدتي كان دائما اللي يشوف عمر خورشيد اسمه عمر خورشيد، فانا كنت احب اتابع اللقطات اللي يعزفها هو خلال اغاني ام كلثوم وعبد الحليم، ويدخل الربع تون من خلال، كان يحط يعني زي ما هو انا هون عامل، كان يحط حديده او شيء. هو مبتكر الها يعني. مبتكر. يعني ممكن كان يشيلها من الاخر يحطها هون. فانا حاولت اقلده في الثمانينات وفي التسعينات اول بداياتي. بعدين لما صار علاقتي مع شركه ابنز قويه، اقترحت عليهم الفكره ليش ما نعمل جيتار يكون من المصنع طالع كامل، والدساتين موجوده من الزند من اول نقطه لعند ال 12 يعني. جميل. يعني نعم صح، بحيث انه نقدر نسمع عليه بشكل مريح. مريح مريح يكون تقنيا مدروج في الاخر. فطبعا وبيغطي، هل تقدر تقول لي انه يغطي كل جميع المقامات العربيه؟ يغطي يعني 90-95% من المقامات المتعارف عليها، ومن الروتس او النوتات ممتاز المعروفه يعني. ممتاز. اي من السول، من دو، من الفا، من المي، من اللا، من اللا. نعم هي الاساسيات اللي تخدم المطرب او طبعًا. تخدم العازف طبعا. وطبعا عازف الجيتار زي هيك هو ما حيكون متخصص في الموسيقى التقليديه العربيه الكلاسيكيه، حيكون هو يحاول يدخل عناصر من الموسيقى، فهي تكفي. زين انتم كمنتج يعني كمنتج خلينا نقول، لما قدمتوه هل لاقى يعني صار في طلب عرض من قبول؟ صار في قبول الناس يعني. تحمل انا دا اشوف الجيتار الثاني، هو هل في فرق بين الالكتريك وهذاك اكوستيك؟ هذا اكوستيك. هلا احنا مع ابنز طورنا آلتين. نعم طبعا طورنا قبل هدول الآلتين، طورنا عده تجارب يعني آلات مختلفه الاشكال، ممكن تكون اصغر اكبر، مجوفه من الداخل الى اخره. نعم. الاخر هاي اخر آلتين وصلنا لهم اللي متواجدين في السوق حاليا يعني. اللي قال اللي هو جيتار الكتريك يشبه روك جيتار يعني، بس مع دساتين عربيه. مكتوب عليه الشرقي، هو نفس هو مكتوب عليه شرقي. نعم. ايبنز شرقي. والموديل تاعه KMM1. نعم. طب ممكن تقول لنا هذا كم تقريبا سعره بالسوق للعازفين؟ تقريبا حدود اذا بالدولار يعني تقريبا 650. مو غالي. مو غالي. العادي كم؟ العادي ممكن جيتارات توصل 2000 2000-3000 دولار من شركه. نعم. هي هذا الشركه. بس هذاك ارخص اكثر جميل، وحتى الخط بالمناسبة هذا الخط هو من خطة ورسمة لأنه هو رسام. فشوف خلي يقرب لنا في راس لو سمح. كلمة شرقي يعني هي أصلا خط إيدي يعني. هذا خط إيدك ها؟ إيه بس طبعا هم طابعينها في المصنع. طابعينها في المصنع. أنا أعطيتهم. ومتوفر حاليا في الأسواق في العالم العربي. متوفر. زين، واللي فهمته أنه صار اشتراك بينك وبينهم أنه الأكوستيك اللي هو هذا كلاسيك مو أكوستيك. هلا هو مبني على فكرة كلاسيك الجيتار نايلون سترينج. نعم. ولكن طبعا في هذا كمان التجويف بحيث تقدر نوصل للمقامات العاليه. وفي وشلنا الدساتين منه بحيث هو يعطي اريحيه العزف كالعود يعني. مثل العود. اوكي. فانا عندي يعني ممكن على الجيتار الكتريك ممكن اعزف مع الدساتين. بس ممكن اعزف كمان كوردات.
الجيتار عادي اعزف لنا شويه جاز وبعدين قسم حلو شو شوقتني اعزف لنا يعني مثلا شيء يعني مثلا فاهم بعالمين الموسيقى ممكن تدخل من واحد للثاني بانسياب بدون حلو اكيد طيب احنا نحاول انه ايضا انه نقول مشاهدين انه الفنان كمال مجموعه مؤلفات The best of مختارات عندك songs for singles هذا this one. نعم هذا الالبوم اللي قبله 2011 ولولو لولو هو تجربه خاصه كانت مع موسيقى شعبية من الإمارات. من الإمارات. دخلنا يعني عناصر من العيالة والحربية هالبود مع جاز وروك وأرابيك من الإيسترن فيعني كان خلطة عجيبة. Out of my city. Out of my city كمان تجربة من الفيوجن نسميه بين موسيقى عربية والجاز وكان يعني موضوع لحياتي في دبي 5 سنوات مع الناس اللي تعاملت معهم في دبي. حياتك كلها موسيقى. تبتكر وت. رغم أنه هو مهندس معماري يعني ودرس في فرنسا. لكن هو. خطية أهله صرفوا عليه بلاوي وتالي عامله. أنت ذكرتني بصديق عندي أيضا في فنان مبدع أوجه له تحية صديقي بشار حسام. ايضا مهندس معماري يعني ومهندس فاهم جدا هسه هو حاليا يغني ويعزف جيتار ويعني في كثير شباب مش ورا موهبته ورا ما يحب بالضبط صحيح طبعا طب انت اي واحد من دول الثلاثة انت يعني تحبه اكثر تفضله اكثر والله شوف انا يعني بحب انا اعتبر حالي عازف جيتار درجة الأولى ولكن انا كثير بحب العود بحس حالي قريب للعود ف بعبر اكثر يمكن على العود بس يمكن تقنيتي بالجيتار اعلى من العود فبحاول يعني لانه انت اصلا جازست يعني انت اصلا مو صحيح حتى موضوع الجاز هو موضوع معقد يعني انا ما بقدرش اعتبر حالي جاز ارتست بشكل انا مش امريكي ولا فرنسي ولا اي لا يعني, يعني بس طبعا تشربت موسيقى الجاز بشكل كافي بحيث اني اقدر اعبر عنها كمان وبالجيتار فحاليا يعني بعدني اتعلم يعني في شيء جديد على الطريق من المؤلفات؟ نعم. في سي دي جديد هلا مشتغل فيه باستوديو هو كان تجربه جديده من الموسيقى الشرقي مع جاز مع فلامينكو وهذا المشروع كمان دخلنا فيه عنصر جديد اللي هو في رقصه فلامينكو معانا بالفرقه هاي ونستخدم ال 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 الرقص تاعها صوت الحذاء التابينج في التسجيل بصراحة وأنا شفت هذا المقطع على الفيسبوك وتذكرتك كمال وخبرتك السبب كان يعني شيء وصل الشيء والله يعني هو ما يعني تعرفين واحد مشاغل فبالفيسبوك نزل هذا خبرتك قلت له كمال هذا المشروع الريدة الراقصة تقدر تجي للاستوديو قال لا سافرة كانوا موجودين لما تجي الراقصة لازم نشوفها بس المشروع جميل جدا كاخون وجيتار كاخون هذا البوكس اللي يجلسون عليه العازف الفلامينكو نعم الصندوق جربنا جبناه هنا جبته اكثر من مره وجيتار وراقصه الفلامينكو كان جميل يعني المشروع بصراحه عجبني جدا لانه هي راقصه الفلامينكو ضايفه يعني شيء والرجل مع وهي يعني ما هو بشكل يعني يعني عندها هي موسيقيه شاطره يعني في تعاونت مع راقصين قبلها بس هي عندها ميزه انها تسمع الموسيقيين شو يعملوا بالضبط وتلحقهم ايقاعيا بشكل قوي جدا يعني على طول الريسبونس التجاوب تاعها سريع جدا ضروري نشوفها اي ان شاء الله ضروري هي باسبانيا راحت؟ هي حاليا باسبانيا نروح لها والله يلا روح يا كمال زين بالتشلبيه شو يعجبك؟ أنا عجبني الخط بصراحة هذا الشرقي المكتوب يعني جميل بس الصوت ما طالع مش واضح الصوت يمكن ما مرق مشبوك أو يمكن هو يمكن البطارية شوية أو أخف الباتري أو شيء الباتري ما
خوي انا عازف شو انت شو عجبك غير القانون ايش تعزف تعرف انا احب الايقاعات مغرم بالايقاعات يعني عود جيتار